صباح النور شربل، واهلا وسهلا فيك. تغيرت الفكره القديمه، زمان كانوا بس المراه تكون حبله او حامل بينصحوها انها تضلها في التخت ليوم الولاده. الان لا، تغير، ودراسات والابحاث والطب اثبت انه حركه المراه بتساعدها اكثر في الولاده، وبتساعدها كمان انها تحافظ على حياه صحيه جيده. تمارين اليوم لاي فتره من فترات الحمل هي مخصصه؟ اليوم كثير تغير السبور وكثير تغير الطب. سو اول شغله كانوا يقولوا لنا لا ما فيكي، مثل ما قلتي انه لازم نضلنا قاعدين بالبيت. هلا قسموا المرحله قبل الولاده لثلاث اقسام. عندنا من اول شهر لثالث شهر، هو هيدي المرحله بيعملوا فيها سبور كثير خفيف او ماشي، حسب كل شخص لحاله، حسب الحكيم شو قايل. اذا الحكيم اذا الشخص كان ديجا يعمل سبور من قبل بيقدر يكون بهالمرحله شوي اكتيف اكثر من الشخص اذا من مدام مش معوده تعمل سبور. صحيح، المدام اللي مش معوده تعمل سبور بهيدي المرحله يستحب انه تكون عم تعمل ماشي لفتره كل يوم مثلا، يعني او فيها تزيد شوي حسب الحكيم شو بيكون قايل لها، او اذا سمح لها يعني تعمل بهيدي الفتره سبور، لانه بهيدي المرحله كثير دقيقه بتكون كرمال الحمل يكون مزبوط. وهيك المرحله الرابعه والسابعه، هي هون نحن اكثر شيء فينا نفوت يعني من بين الشهر الرابع والسابع. هاي المرحله نحن اكثر شيء فينا نحن نمرن فيها، بس اكيد بنكون حكيم مع الحكيم، والمدام اكدت لنا على هذا الموضوع انه هي حملها قادر يستوعب السبور. بهذه المرحله نحن كثير فينا نعطي المراه تتقوي جسمها، تتحمي حالها، وتنساعدها للولاده انه تعطي تعمل تجيب الولد بشكل مرتاح، بلا ما تكون في كثير ضغط ولا تكون في كثير وجع. بهاي المرحله انا احكي اكثر شيء، بس بعد في المرحله الاخرانيه اللي هي بين السبعه والتسعه بنخفف شوي انتنسيتي عن بين الشهر الرابع والسابع، تنكون نحن بعدنا عم نخليها تعمل سبور بلا ما تكون وقفت، لانه هو ثلاث اشهر اخر شيء اكثر شيء بزيد فيها وزن. سو نحن بنخليها تكون انه عم تحافظ على وزن معين تكون خلصت، تمام. بعد نحن بس نخلص تخلص الولاده نقدر نحن نرجع نفوت على السبور بشكل انه ترجع على وزنها الاساسي اللي كان قبل، بتاثر كثير بحياتها اليوميه. خلينا نبتدي في التمارين. كمره حامل باول بين الرابع والسابع فيها تعمل اغلبيه الحركات، بس حسب هي وين ليفلها، اي ليفل هي فيها. يعني اذا مره كانت تتمرن معي من قبل ماشي متواصل، انا فيي كمل لها التمرين مثل ما هي كانت معوده. اما الشخص اللي منه معود بدي انا اشغله على المناطق اللي هي اكثر شيء حتاثر فيهم بعدين، اللي هي منطقه المعده، اللور باك، الظهر، لانه بس ينزل يزيد الوزن بصير في شويه ضغط لقدام. صحيح. انا علي خليها ظهرها شوي جالس، شغله على اجريها، لانه اكثر منطقه الشد حتكون من هون وهون. صح. هلا انا حقطع كم حركه معقوله تصيب الشغلتين مع بعضهم، بس على طول لازم ننتبه انه لازم نكون حافظين على ثبات الجسم وما يكون في كثير امبالانس بين الجسم، احسن ما يكون اذا صار لا سمح الله شيء غلط يؤديها لوقعه او شيء خبريه. سو في هذا البالون، هذا البالون في عليه كذا حركه، رح اعتبر انا قاعد هون بهذه القعده هيك حافظ على البوستير تبعي قاعد، ماني مخلى يكون كثير المطرح القاعد عليه كثير قاسي، لانه هن بينصحوها تقعد تحط كايه تكون قاعده مريحه ظهرها. سو انا قاعد هون بهالطريقه، إذا هي ولا مرة متمرنة أنا في حمل إيديا مثلا بس أو مغايتا أو حيلا شيء، طلعهم لفوق راسها وبنزلهم. هذا الموفمون بينعمل ثلاث مرات 15 مرة، بس أهم شيء بين كل ست وست يكون في مرحلة ريست، لأنه برجع نعيد حسب كل شخص عنده قدرة تحمل معينة بهيدي المرحلة. يمكن ما تكون حاسة بأنه هي أونسان تكون عم تعطينا فول باور، أنا في أطلع بالوزن هون، في هي تكون مرتاحة. إذا متضايقة شوي في أو نفس الموفمون بس أوزان أخف، أو بس الموفمون اللي هو هيك، في ياخذ الدمبل اللي هن هودي ماشي 1 كيلو بس هي لها بيكونوا رقم أو بيكونوا ماشي كمان، بطلع وبنزل. في أو نفس الموفمون يضيق على قد خصري، بطلع بنزل بطلع بنزل كمان ل 15 ريبيتيشن لثلاث جولات. في كمان يضيق على جسمي من هون، بطلع ستريت وبنزل بطلع وبنزل. هون بهالطريقه انا بكون اشتغلت على البارتي الاكتفات تبعي وعلى القعده اللي انا قاعد مرتاح فيها. هلا حاشتغل شوي على بارتي المعده اللي هي كثير بحاجه لها المدام قبل الولاده. انا
حكون قاعد على البالون، حزحت جسمي شوي، هون صار ظهري قاعد على بارتي ملياب، هيدا فيه هواء، ما في ضغط على سنسة الظهر، ما في ضغط على البطن او على الحوض، معقول ياثر لشيلها بعدين. سو انا قاعد هيك حسب الشخص كيف يتجاوب معي، اذا انا هون هون هي حيلها مرتاحه، فيه اطلع من هون جلس لهون. اما اذا شخص فيه يعطي اكثر، فيه يرجع اكثر لورا ويطلع لقدام. هذا الموفمون كمان بينعاد 15 مرة 3 جولات، كمان بنعطي راس بين كل وحدة ووحدة. رح ارجع ايده بعد مرتين، انا هون في حط ايدي على الشاست تبعي، بطلع بنزل بهذا الموفمون، عم شغل معدتي بطريقة غير مباشرة، وكمان حتحس بالكونتراكسيون. هي الكونتراكسيون هيدي تقوية العضلة حتساعدها على الديليفرانس، على الولادة، تكون مرتاحة بالولادة. حارجع اعمل حركة تانية هلا بتساعد تقوي الكور وتقوي بنفس الوقت الاستابيليتي، لأنه بصير عندها بمرحلة الحمل بصير عندهم هرمون بتصير تخليها مفاصل بتصير شوي رخوة، ما بتعود قاسية مثل ما كانت قبل، يعني لأنه بصير في كذا شغلة، في كذا فينومان بخليهم يصير هذا الشيء. أنا علي ساعدها ضلها محافظة على هذا القوة اللي عندها إياها أساسا. حأعمل اجري حتطلع بعكس ايدي، انا ايدي هون حافتح هالاجر لورا وعلي ايدي نفس الوقت، بفتح وبسكر بفتح وبسكر. انا هون بهيدي الشغله عم شد معدتي اللور باك الجلوت نفس الوقت الهامسترينجز والكواد. ممتاز. شو بصير في اغلاط هون بهيدي الحركه؟ رح اعملها من ثاني مات يبين الغلط. انا فتحت هيدي الايد، اجري ضلت تحت، عليت ايدي شوي لفوق، هيدي غلط. او انا فتحت وبرمت هيك، او فتحت وفت لجوا. سو هيدا كون عم بعقل الحركه ومعقول يشكل لي خطر صغير على المدام. سو انا قد ما فيي بهينها الحركه، ما بجبرها تفتح شوي زياده، يعني اذا هي عملت هيك احسن من ما تبرم شمال يمين، بس مستحب على طول اجري تكون ستريت، ايدي ستريت، بهدي قليل سنتين برجع. حلو. برد. عندنا دقيقة تقريبا شربل عشان لو عندنا التمرين اللي بعده نعرفه. اوكي. هلا أنا هون مدام فيها تكون قاعدة بهالبوزيسيون وتضلها قاعدة هيك لفترة 30 ثانية 20 ثانية حسب هي قدرت تتحمل. نحن هدفنا نجرب نصير نزيد شوي شوي بهودي الحركات أو شوي شوي بهذا الوقت، لأنه تيطلع لنا بالآخر وصال على السابع التاسع اقدر اخسر شوي من هيدا الوقت اللي وصلت له، تضلني محافظ على التمرين اللي هي عم تعمله بلا ما اكون انا تراجعت لورا. يعني ما في خليها تضلها تعمل هون هيك 30 ثانيه وصار على السابع شهر الا اعملها 10. انا بدي اجرب اطلع، لانه على 40 ثانيه بس تجي هي تصير على السابع للتاسع اخر الثامن تكون عم تعمل، لانه 30 ثانيه. يعني شارب التمارين الرياضية أهم شيء، النصيحة اللي أعطيتها في الأول أنه يجب أن تتم بإشراف الطبيب، وأنه هو ينصح بأنه حالة السيدة الحامل تتحمل أنها تقوم بالتمارين الرياضية، وحمل صحي وآمن وولادة طيبة نتمناها لجميع مشاهدينا ممن الآن ربما حوامل. المدرب الرياضي شارب الجمعية، شكرا جزيلا لحضورك معنا.